البنات اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي غادي ندير لولادي في الغداء. عرفتوا الدراري في رمضان ما تياكلوا والو، بغيت نشارك معكم واحد الوصفه وكيبغيوها الدراري بزاف. عندنا الكفته، انا استعملت الكفته ديال لدان، اللي كليكم تستعملوا اللي عجبكم. غنخلط معها شويه ديال العطريه، عندنا الحرقوم عود شويه شويه من كل حاجه، عندنا قزبور يابس، عندنا تحميره، وعندنا سكنجبير وشويه الملح طبعا، وعندنا القزبور ومعدنوس شويه شويه دابا، وعندنا البطاطا مسلوقه، عندنا واحد البيضه، عندنا جوج فرماجات، وعندنا فرماج الاحمر. دابا نخلطوا هاد الكفته مع هاد التوابل مع القزبور ومعدنوس شويه شويه. من بعد ما دوزت الكفته في المقله هي غادي ندوزو دابا البطاطا ديالنا، العفري ديالنا، غادي نخلط معاها واحد جوج فرماجات. يمكن لكم ديرو غير فرماجه واحده، فرماج مثلث او مربع بحال هكا، غادي جوج فرماجات حيت الوليدات عندي كيعجبهم الفرماج. نخلطو كلشي. البطاطا راه غتكون ملي كتسلق كتسلقها في ماء مالح، غتعطي بعدا البنه ديالها. نخلطهم مزيان، من بعد كناخدو اناء اخر في الماء نخلطو مع البيض والملح والبطاطا الكوري ديالنا. نهرسو البيضة، البيضة كاملة، نحاولو نخلطو كلشي كل نزيدو الكفتة على حساب عينا ديالنا، نخلطو كلشي دابا. ملي وجدنا لاكوري ديالنا مع الكفته، نسيت الطاوه ديالي، دهنتها بشويه ديال الزبده، نسيت الخيط الابيض. غادي نهزو شويه من العجين، نحاولو نقادو هكذا شويه، واخا كيتلصق هنا ماشي مشكل، كنهزو شويه ديال الفرماج كنخليوه هكذا في الوسط، كنحاولو نكورو هاد الكويره ديال البطاطا هكا، كنلوحوها في الدقيق، الدقيق كتقاد لينا بحال هكذا، نحاولو نركو عليها واحد شويه ماشي مشكل، كنحطوها في الطاوه. صراحه كتجي زوينه، كتعجب الوليدات، كتعجب حتى الناس الكبار صراحه. كتعجبني انا بعدا. الفرماج يمكن ديروه مربعات، قطعوه بلا ما تحكوه، انا ديجا حكيتو، قطعوه مربعات وديروه بحال هكا. صافي كنستمرو حتى كنكملو العجينه اللي عندنا، نتلاقاو الى طابت. من بعد ما كورت كاع لاكوري اللي كانت عندي، دابا غادي ندخلها للفران
البنات ها هي لاكولي ديالنا الكفته اللي درنا في الفران وجدات. ها هي غنحاول نحيدوها من الطاوه. راه ما كتلصقش البنات صراحه، ما كتلصقش، كتجي غزاله. ها هي كتعجب الكبار والصغار صراحه، كتعجب الكبار والصغار. نحاولوا نبعدوها غير شويه هكذايا من الطاوه. فساه نفتح يا درا ما كنت. هاي الناس كنتمنى تعجبكم الوصفه، واللي عجب اللي دارها وجربها وعجبته يصيفط ليا في لي كومونتير. وكنتمنى تدعمونا بلي لايك ديالكم، وما تنساوش لي اشتراك في القناه.